بابا، ما رح ارجع على البيت الا وانت معي. بصراحة يا ابني، انا متفاجئ كثير باللي عملته يا عمران. كنت مستعد شك بحالي، بس ما بشك فيك ابدا. مو سهل علي اللي صار بنوب. بابا صدقني، نحن ما كنا مخططين انه نعمل هالشي. احيانا الامور ممكن تتطور وتطلع عن السيطرة وما نقدر نتحكم فيها منوب. بس الاهم انه تكون واثق ومتأكد انه الخيطان كله بايدك وما تفقد السيطرة على شي. واذا ما قدرت تكون قد الحمل، الامور كلها بتتخربط وبتضيع ببحر الكذب. معك حق، من اليوم ورايح رح انتبه. خلص بوعدك. انت من وقت اللي كنت صغير ما بذكر ولا مرة انك كذبت علي يا عمران. ابني يلي بوثق فيه كتير، وقت بيلف وبيدور علي انا مستحيل ارجع اعيش معه مرة تانية بهداك البيت، مستحيل. بابا اعطيني فرصة لفهمك شو اللي صار. بعرف انه كذبت عليك، بس كنت مجبور. ولا ليش لأعمل هيك شي بابا؟ حبيبي انت اللي ربيتني وتعلمت منك كيف كون صادق. يمكن غلطت وما عرفت ربيك منيح يا عمران. ربيتني وما قصرت بابا. فيك تقول اللي بدك اياه، عيط، صرخ، ضرب، وما بحكي شي. جرحني بالحكي قد ما بدك، بس بالمقابل بدي منك شيء وحيد. بترجاك بابا اسمح لي اشرح لك اللي صار معي. يلا بقى خلينا نرجع. البيت ماله طعمه بدونك ابدا. انت كبيره لهالعيله. طيب وانا ما بروح. إذا أنت ما بدك ترجع معناتها أنا كمان رح ضل هون. بابا بترجاك، بتمنى تعطيني فرصة أخيرة لأرجع وأكسب ثقتك من جديد. مريم خانم، نجهز السفرة؟ والله ما بعرف، أنا ما بظن في حدا مشتهي ياكل شي. بابا اهلا وسهلا. اهلين فيكي بنتي. اهلين جدي. بنتي حبيبتي. ايدك لبوسه بابا. اهلين جدي. ابني
أسيل خبري أمي تنزل لتحت. عمران شو عم بيصير معكم؟ لا تاكلي هم، هلا رح أحكي لكم كل شيء. مين؟ يا خانو، عمران بيك وزياد بيك وصلوا من شوي. وزياد بيك كمان رجع؟ رجع يا خانو، وكلهم عم يستنوكي تحت. ليكني نازلة. قليلين الشرف. أنا حذرتك محمود، قلت لك الجماعة خطرين. حمود ربك إنه نفدنا بجلدنا. صعب كتير إنه نشتغل معه. أنا بحب الشيء الصعب هارون. الاتفاق كله التغى. شو بدنا نعمل هلا؟ ليك هارون، أنا بإيدي البضاعة اللي بدهم إياها. إذا بدي بيع على أي حدا ما بهتم أبداً. بس من اليوم ورايح ما رح أشتغل مع هدول الصغار. رح أعمل جهدي. ومين ما كان يكون المعلم، هو بالذات رح يشتغل معي. كيف رح توصل له؟ مفكر القصة سهلة؟ طبعاً ما رح تكون سهلة. بس رح أوصل له. أنا رح ضل هون؟ إيه، هذا آمن مكان. منيح. بدي هوية جديدة. محلولة. بالأول رح بلش على الخفيف لينسمع اسمي. بعدين رح أوصل لهالواطية اللي اسمه المعلم الكبير. الأفضل هلأ نبلش بالقصة من الأول. لحظة بس ثانية، شو ديما ما بدها تنزل؟ لا ديما تعبت كتير، تركوها ترتاح. هات شو بدك تقول؟ نحن كذبنا عليكم بس كنا مجبورين. أنا وديما كان بدنا يصير عنا ولد، وأمي وأبي كان محروق قلبهم على حفيد. ما بلومهم أبدا، الكل كان معه حق. وانتو بتعرفوا انه ديما مستحيل انه تجيب ولاد. واجا يوم اكتشفنا طريقة جديدة ممكن يجينا فيها ولد. عمران ما تسكتيني امي. كيف بدكن تجيبوا؟ الام الحاضنة. قلت الام الحاضنة؟ ايه، بالاول كنت معترض وما قبلت بهيك شي منوب، بس وقتها لما شفت حرقة قلبها لديما ما تحملت وقبلت. ما قدرت خبر ابي لانه ما كان رح يقبل بهيك شي، لهيك خبينا عن الكل. لا دقيقة بس، يعني في ام حاضنة بالقصة كمان؟ ايه نعم. بعدين رحنا على قبرص وهنيك عملنا العملية اللازمة. يعني انتو ابوه وامه لهالولد ما هيك؟ ايه انا وديما. يعني بالمختصر نحن جايينا ولد، بس مو ديما اللي رح تحمله. طيب مين هي الام الحاضنة؟ رفيف. خالي شو عم تقول انت؟ عم قول الحقيقة، يعني رفيف حامل بابننا. شو بدك أحسن؟ هي أمك رح تطلع، صار لازم تفرحي.
أكيد فرحانة طبعاً، حتى ما لي مصدقة إمتى يجي هذا اليوم. بس أنت بتعرف بوضعي، كيف رح خبي هالموضوع عنا؟ لا تاكلي هم، بسيطة. عمران إلا ما يلاقي لك حل هالموضوع، لا تضايقي حالك. أختي عملت شوربة دجاج مع الخضرة عمو جلال، بتحبها ما هيك؟ طبعاً بحبها، يسلموا إيديكي. صحتين وعوافي. ولسه لو بتدوق الأكل اللي بتطبخه أمي، بس تطلع رح تطبخ لنا إن شاء الله. بتطلع وبتطبخ لنا. تاخد العقل. طيب ليش نقيتوا رفيف؟ أمي بتحكي لكم. وقتها كانت بمشكلة، وشفت إنها بنت طيبة وبنوثق فيها، عرضت عليها وهي وافقت. يعني مشان هيك قعدتوها بهالبيت؟ ايه؟ قولوا شو رح تعملوا بعدين؟ شو رح يعملوا؟ بس تولد البيبي رح ناخده منها وما حدا رح يعرف. وهي كلكن عرفتوا القصة. أنا هذا هلأ كل شي عندي، بالإذن منكم. مريم بنتي، خبريهن يجهزوا لي غرفة الضيوف بسرعة. حاضر بابا. يلا يعقوب. أمي أنت فهميني كيف تعملوا هيك شي؟ يا ريت ما عملتوا هالقصة أبدا. شفتي الحالة اللي وصلنا لها؟ الكل تحت عرف إنه مالك حامل. أنا حكيت لهم الحقيقة. كيف؟ حكيت كل شيء؟ قلت لهم إنه مالك حامل، بس رح يجينا ولد، ورفيف اللي حاملته ببطنه. وقلت لهم البيبي مو مني؟ لا تاكلي هم، مستحيل حطك بهيك موقف. قلت لهم البيبي منا.
ديما بترجاكي لا تتعاملي معي هيك. كيف بتحبي اتعامل معك؟ انا ما عاد بدي اتعذب بعد هذا اليوم، كلنا تعبنا من هاي القصة. يعني واخيرا عرفتي قديش تعذبنا بسببك انتي. بعرف اني ورطتك بمشاكل كبيرة وعذبتك، بس والله ما كان قصدي هيك، وما تخيلت انه القصة رح تكبر لهي الدرجة يا بنتي. فكرت انه اللي عملته منيح، بس الكل تخانقوا من ورا هذا الموضوع، وانتي كنتي رح تموتي بنتي. ايه يعني اللي بفهمه منك انك عم تعترفي بذنبك. ايه مزبوط، وكمان رح اعمل المستحيل لحتى اريحك. ماشي، شو رح تعملي؟ انا بلشت بهي القصة وانا رح انهيها. يعني شو رح يصير؟ كل شي رح يرجع مثل قبل، كل شي. صباح الخير اختي. صباح النور. كرم وينه؟ امبارحة رجع متأخر، والصبح طلع على الشركة بكير. عمران، كرم مو عاجبني أبدا، وخاصة بعد ما عرف إنه رفيف هي الأم الحاضنة للولد. هو بيحبها كتير. اختي، كل هذا اللي صار كان مجرد صدفة مو أكتر. صدقيني ما كان خاطر لي أبدا إنه هو بيحبها، يعني لو كنت بعرف كنت بعمل هالشي. انت لازم تحكي هالشي لكرم، اكيد وقت تحكي معه رح يعصب منك كتير، وما بعرف اذا رح يتفهم الموضوع. يا ريت من الاول حكيت كل شي. كيف بدي قلكن اختي، القصة مو سهلة ابدا. كرم بيحبك وبيحترمك كتير، وانت بالنسبة له مثله الاعلى بهالدنيا، ولهالسبب هو كتير متضايق من هالموضوع. قلت لك وراها قصة، شفت؟ وهي طلع كل حكي صح. بس ما قلتي إنه هاي الأم الحاضنة؟ ما رح أحزر لهالدرجة كمان يعقوب، إذا بحلل ألف سنة ما بتخطر لي هالقصة. والله معك حق، أمي ساقطنا بهالشي. بس فيني أقول لك كمان شغلة؟ من ورا هالقصة رح يطلع قصص أكتر، وبكرة بتقول قالت. شو بده يطلع أكتر؟ شكراً. ما بعرف، بس أكيد لسه في شغلات ما حكولنا إياها. شو عم يدور براسك؟ يعني مثلاً رفيف وأختها نزلي ليش طلعوا من هون؟ يعني طالما هالبنت حاملة ببطنة ابنكم، ليش لتسكن عند واحد ما بتعرفه؟ المفروض يعتنوا فيها كتير، ما هيك؟ ما بعرف. وأنا ما بعرف. هلا هي هي؟ ما لك شو بعرفني؟ يعقوب أنا مالي مرتاحة منوب، أنت مانك شايف إنه غريب هالموضوع؟ إيه غريب. طيب شو في برأيك؟ شايفة إنه هي الأم الحاضنة وقصة قبرص، عمران هو اللي خلى البنت تحمل، ومشان هيك ديما انتحرت، وهن ألفوا هي القصة أصلاً بالأخير إلا ما ينكشفوا. بس الواحد يكذب مستحيل يتراجع. إيه مزبوط، لأنه الواحد بس يكذب ما عاد يقدر يوقف. أنا بفتح. فوتي تفضل يا خانو. فينا نحكي شوي مع بعض بنتي؟ أكيد علق لك المانتو؟ يسلموا يا عمري، أنا ماني مطولة. تفضلي. أهلا وسهلا عمت خانو. أهلا فيكي. نزلي حبيبتي اعملي فنجان قهوة يلا.
القهوة خالصة عنا، رح أطلع أجيب. تمام، تفضلي يا خانو. فيني حطها هون بنتي؟ طبعا، على اليمين لو سمحتي. تفضلي عدي هون، خدي راحتك. شكرا بنتي. نحن خلاص قررنا رفيف. شو قررتوا؟ نحن رح نجهد البيبي. صباح الخير. صباح النور. هدول بدي اياهم بعد ساعة. تكرم استاذ كرم. كرم، ممكن نحكي شوي؟ أنا عندي شغل خالي. كرم لو سمحت، بعدين بتشتغل. تعا يلا خلينا نحكي شوي. يلا كرم، يلا. طيب ليش قررتوا هالشي هلأ؟ أنا عن جد مو مصدقة يا نعمة خانو. مو قلتي إنه هذا البيبي غالي عليكي كتير؟ بس بآخر فترة الأمور تغيرت بنتي، لأنه كل العيلة عرفوا إنه ديما ما لها حامل، وعرفوا إنه أنت بتكون الأم الحاضنة. زياد بيك عصب كتير وترك البيت، وكمان كل العيلة زعلوا منا لأنه كذبنا عليهم، ونحن نزعنا حياتك بنتي، وبسببنا كذبتي على أمك، وكنتي كمان رح تخسريها طول عمرك. بكرة أو بعده لما تطلع أمك رح تكبر المشاكل أكتر، وكرمال مصلحة الكل رح نسقط البيبي ونرتاح. نعمة خانم، ما فيني أعمل هيك، مستحيل. مجبورين بنتي، شو نساوي؟ بعدين نحن في بيناتنا اتفاق، هذا البيبي أمانة عندك، وانتي مالك حق في بنوب، وكل شي بيتعلق فيه بس بخصنا نحن، ونحن هيك قررنا وخلصنا. طيب وعمران بيك، هو موافق على قراركم هاد؟ موافق. ديما وعمران فكروا منيح وما عاد بدهن هالولد، وهنن ما حبوا يجوا ويحاكوكي، ولهالسبب أنا أجيت لهون مشان حل هالقصة. لك شو بدي افهم؟ قلي شو بدي افهم؟ انت اكتر واحد وثقت فيه بحياتي، بس انت شو عملت؟ كذبت علي واستخفيت بمشاعري. كرم، انا ما كنت بعرف انك بتحبها لرفيف، عرفت بعد ما صار هالشي. فكر بالموضوع، يعني لو كنت بعرف كنت بسمح باللي عملوه؟ طيب قلي ليش ما خبرتني بعدين؟ لك انا قلت لك اني بحب رفيف وبموت بهالبنت، بس انت كل مره كنت تحاول تبعدني عنها، قلت لي مو مناسبه لي، وتعليمي اهم بكتير منها. لك لساتني مصدوم فيك، ما عم صدق كيف اجى من قلبك تكذب علي. كرم شو كان فيني اعمل؟ مفكر سهل علي خبرك بهالشي؟ ما كان بدي اياك تزعل، افهم بقى. بعدين هالموضوع كان سر، كيف بدك يعني خبرك فيه؟ طيب قلي رفيف شو ذنبه؟ خليتوها تقلي انها حملت من واحد بالضيعه، علمتوا البنت تكذب مثلكم ما هيك؟ نزعتوا أخلاقها كرمال مصالحكم. كرم بكفي. اسمعني، أنا ما كان بدي يصير هيك، بس صار ومشي الحال، وما إلي ذنب بكل هالشي، مفهوم؟ لا إلك خالي، أنت اللي إلك ذنب. كان لازم تقلي الحقيقة. أنا جاهزة.
ممتاز، معناها خلينا نطلع. لوين رايحة أختي؟ بنتي صار عندي شوية شغل برا، ورفيف رح تجي لتساعدني. لا تخافي علي يا روحي، أنا ما رح طول أبداً. خدنا على مستشفى الساحل فوراً. رفيف لوين؟ الخانم اجت تاخذني، قرروا يتخلوا عن البيبي. كيف؟ رح تاخذني على المستشفى مشان اشهر. لك انت شو عم تحكي؟ وعمران شو رأيه؟ ما بعرف، اتصلت بعمران بيك بس ما رد على تليفونه بنوب. رفيف يلا بنتي. شو هالقصة هي؟ معقول؟ لك انتو مو شايفين حالتي؟ ابي بيظهر بعد ما كنت مقتنع بقصة وفاته، ولسه ما استوعبت هي القصة. انتو بتجوا بتصدموني اكتر منه. تمام روح هلا اهدى. تركني خالي. كرم، ما عاد بدي شوف ولا واحد منكم، ومن اليوم ما عاد دخلكم فيه بنوب. كرم يلا رد. أهلا وسهلا أخي جلال. أهلا فيكي. أنا بغرفتي إذا بدك شي. ماشي يلا رد على هالتليفون، يلا رد خلصني. كرم، كرم حط حالك محلي شوي، لك حاول تفهمني. شو بدك فيه؟ لك اتركه بحاله. انت لا تتدخل فينا. بالله لك انت دمرت له حياته لهالولد ومانك حاسس على حالك. هو بحب رفيف مثل المجنون. اخي هالموضوع بيخصني انا وكرم، ما بيخصك ابدا. بالله شو بدك نسكت لك على هالعملة؟ اللي عملته مانه حلو نوب. تعرف لو أنا كنت بمكانك كنت بخجل اتطلع بوش العالم. استحي على حالك، استحي. بابا شو اللي صاير؟ الحقيني يلا بنتي. هيك رح يكون أحسن للكل يا عمري. نعم جلال. عمران وينك؟ إلي ساعة عم بتصل فيك. خير صاير شي؟ أنت ما بتعرف شو القصة؟ لا أحكي لي شو صاير. نعمة خانم كانت هون وقالت لأنكم ما عاد بدكن البيبي، ومن شوي راحوا على المستشفى سوا لحتى ينزلوه. أنت شو عم تقول جلال؟ والله هذا اللي صار عمران، ورفيف دقت لك بس أنت ما رديت. بيكونوا هلأ وصلوا على المستشفى. عقنو مستشفى راحوا؟ بتعرف شو اسمه؟ مستشفى الساحل. ماشي رايح لهنيك.
رفيف خانم، تفضلي الدكتور بانتظارك. يلا بنتي، الله يقومك بالسلامة. يلا رفيف، ردي بقى ردي. تفضلي انت البسي هدول، والدكتور خمس دقايق بيكون عندك. ردي بقى. إذا جاهزة تفضلي، خلينا نبلش. تفضلي تسطحي هون. نعمت خانم، حضرتك روحي، أنا حابة أمشي شوي. بنتي نحن رح نضل جنبك دائما، شو ما بتحتاجي خبريني فورا. لا تبكي، مساحي دموعك. يلا ليكي هيك أحسن إلنا كلياتنا يا روحي. تذكري اللي قلته، إذا احتجتيني فورا بتخبريني يا بنتي. الله يحميك ويوفقك.
يعطيك العافية. رفيف دوغان وين؟ رح شوف. رفيف خانم خلصت معاينتها يا أستاذ، وعلى الأغلب مشيت. يا أستاذ أنت منيح؟ ابني ما قدرت عمران بيك، ما قدرت اتخلى عنه.